السلام عليكم يا المشاهدين، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكون في احسن الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد على الفلالس. كما كتعرفوا هاد الوقيته كيخرجوا الفلالس ومع البرد برا، ودرتهم في واحد البيوت قدام وطاكيتهم بالتبن باش يبقاو مجموعين في واحد البلاصه، وشريت لهم هاد العلافه هادي وهاد الشرابه، وكنستعمل لهم السكاليم ديال الديماراج البروميان. مؤخرا وسخو هادشي بالتبن، حيت برا كاين البرد والغيوسات وداك الطير كيهزهم، كيهز الفلالس، وحضنتهم هنايا، درت لهم هاد البرادة باش ما يخرجوش، وبقاو هنايا. دابا هذا راه الفلالس ديال جوج دجاجات، غادي يزيدوا يديروا واحد 20 يوم ولا نحيد وحده فيهم، نخرجها برا مع الدجاج ونخليها وحده تحضن الفلالس، و على ما يخرجوا عاوتاني وحدين اخرين، راه وحدين قارقين على بيبي وبيض بيبي وعلى الدجاج البيض ديال الدجاج. انا ما يفقسو ونشارك معكم. دابا هاد الجوج اللي يفقسو راه عندهم الفلالس مخلطين، كاين الفيومي وكاين داك الكروازي، هاد الحمر هاد الكروازي وهاد البويض، ها الفيوم اللي كيعرفو راه يعرف الفلاس ديالو. غنجيبلكم شي واحد باش نقبل منو، هذا راه كروازي باه، كروازي وعمو بلدية، شو تبارك الله كيخرج الفلوس وافي. اللهم بارك. وريتكم دابا هادشي باش اللي عنده شي نصائح ولا شي افكار يفيدنا بها. ما عنديش انا شي تجربة زعما كثيرة على هاد الميدان، راه مبتدئ، عندي هادشي على قد الحال. المهم اللي عنده شي فكرة او شي نصيحة او يفيدنا بها، وهادشي اللي كاين. وهاد الشرابة حتى هي خديتها، هادي كتحتفظ على الماء مكيتوسخش، وهادي خلاص العلاف. هادشي اللي كاين، نتمنى هادشي يعجبكم. العلف ديالي فين حاطو؟ دابا مازال ما ولفوش هاديك العلافة، مازال ما كي مازال صغار، خص يولفو ياكلو عادي يقلبو عليه. شتي دابا كيدابزو، خصني نحيد وحدة باش تبقى غير وحدة. هادشي اللي كان، نتمنى هادشي في يعجبكم. ما تنساوش اللي عنده شي فكره وشي نصيحه كما كانت غيفيدنا بها. شكرا لكم، نخليكم نشوفوا اليوم واش كاين شي بيض. ها واحد اللي في يوميه، فين كتبيض في يوميه؟ في الكري. ها البيض ديال الفيومي، هذا ديال البلدي، وهذا هو القاطع. دابا راه رخيتهم شي خرج نقص الصور وخرج برا كيرعى، كما كتشوفوا دابا الربيع تبارك الله موجود، كيخرجوا كيرعوا وكيجيو لهنا كيبيتوا كيبيضوا. وحده راه فين مقرق لها بيبي، خرجت حتى هي ترعى. دابا الفرج لي داك البيض بعتو، خليت هذا هنا، يلا ثلاثة، ها هي اللي قرقة على بيبي. راه هاديك الفيومية عندي جوج حبات، وحدة في الكري وحدة في يومي دوريجي. هادشي اللي كاين، هادو داك الكريم اللي هي الخليط ديال الفيومي مع البلدي عطاني داك اللون. هادي تاهي اختها،
خرجت هذه في البيض هذيك في وحده فين قاطط لا كاس بيض دارت لهم الوالده الحموم قالك على الرعد الرعد وكتعلمهم باش حتى لبطت عليها شي وحده ما كتبقى عاقله عليها مره مره كتراقبهم. وشكرا لكم، نتمنى هادشي يعجبكم، تلقاو في فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.